مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه، برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم طبيب الحياه. يمكن مشاهدينا اتكلمنا قبل كده عن حاجه اسمها النانو تكنولوجي ودوره في علاج تساقط الشعر ودوره كمان في الانجاز اللي بيحصل في الشعر. اتكلمنا عنه كتير وعرفنا يعني ايه نانو تكنولوجي، بس النهارده هناكد على كل الكلام ده ونتكلم اكتر بالتفصيل يا احمد ان شاء الله. الحقيقه رنا، النانو تكنولوجي عمل طفره كبيره في علاج الشعر، نظرا لانه بيدي نتيجه فوريه، بالاضافه كمان لانه علاج فبيدي على المدى الطويل تحسن كبير جدا في صحه الشعر. هنتكلم كمان على دور الذهب في زياده كثافه الشعر ودوره في علاج التساقط، وده هيكون مع ضيفنا الخبير في علاج الشعر دكتور هاني ثروت، خبير عنايه الشعر والبشره. اهلا دكتور هاني، ودايما منورنا. اهلا بيكم. منورنا دكتور. اهلا بيكم ربنا. دكتور، دايما بنحب في بدايه اي فقره مع حضرتك ان احنا نعرف الناس اسباب تساقط الشعر، لانها اسباب كتير جدا بس الناس بيختلط عليهم الامر. هو ده حقيقي السبب الرئيسي لكل مشاكل الشعر، مش بس تساقط الشعر بس، المشاكل بتاعه البصيله، الدم اللي بيبقى واصل للبصيله كل ما بيقل كل ما بيعمل مشاكل كتير جدا في الشعر. دي بنسميها حاجه اسمها بلاد اوكسجينيشن. اوكي، علشان كده دكتور يمكن في ناس بتقول لك انا شعري بينزل، الشعريه نفسها سليمه بس نازله بالجدر، نازله بالبصيله. ده حاجه من ضمن الحاجات اللي بتسببها نقص الدم اللي واصل للبصيله. تمام. الدم اللي واصل للبصيله هو المين كور بتاع كل المشاكل اللي الغزة. بتحصل في الشعر، هو ده اللي بيشيل الغذاء، هو الغذاء. كل ما يبقى نسبه الدم عاليه كل ما يكون المشاكل بتاعه الشعر اقل بكتير جدا. طب وايه اللي بيقلل اصلا يا دكتور نسبه الدم؟ نسبه الدم ممكن الاسترس. الاسترس ده جزء كبير جدا جدا. هنروح منه فين ده يا دكتور؟ لا ده خلاص احنا موجودين، ده خلاص ده احنا عشان كده كلنا شعرنا بينزل، كلنا شعرنا بيقع زي كده. حتى في فتره الامتحانات دايما الشباب اثناء الضغط العصبي الامهات تشتكي تقول الشعر بيقع. ده حقيقي. ماشي. وفي حاجه كمان بالنسبه للامهات، الستات اللي بتبقى حوامل او بترضع، ده بيبقى حاجه طبيعيه لان كل الغذاء بيبقى رايح للجنين. لو بترضع يبقى رايح للبن، لو حامل بيبقى رايح مين للجنين. فبيبقى عندها تساقط كبير جدا لان الشعر ما بيوصلوش الغذاء بتاع الدم خالص. جميل. حاجه من ضمن الحاجات سوء التغذيه، الحاجات اللي احنا بناكلها مين اللي ما بقاش فيها الحاجات اللي الجسم بيبقى عايزها زي الفاست فودز. تمام. فالحاجات دي اوريدي بتبوظ الدنيا، الحاجات دي اوريدي ما فيهاش اي غذاء، فانت اللي بيوصل للبصيله ما فيش غذاء خالص. فكل ده بيقلل الغذاء اللي راسل للبصيله، فالبصيله نفسها بتنكمش يعني جزءا بجزءا. تمام. لحد ما في الاخر تموت. جميل. خلاص لما بتنتهي بقى ده في الاول تساقط وبعد كده صلع، وبعد كده يسبب صلع. بعيدا عن الصلع الوراثي. تمام. يعني بعيدا عن الصلع الوراثي بالزبط. في نوعين من الصلع، الصلع اللي بيسببه سوء اللايف ستايل اللي احنا بنعيشه او سوء التغذيه. تمام. والجزء الثاني اللي هو الصلع الوراثي. الصلع الوراثي ده دي حاجه ثانيه خالص، يعني بعيدا خالص عن اللي احنا بنعمله. يعني ممكن يا دكتور اللي شعره بينزل بالبصيله نتيجه سوء التغذيه ونتيجه ان الدم اللي واصل للبصيله قليل، ممكن الشعر ده ما يطلعش ثاني. ممكن ما يطلعش ثاني لو البصيله ماتت. ودي مشكله كبيره جدا احنا بنواجهها كتير قوي مع ناس. بتتخيل ان خلاص يعني لا يعني احنا ممكن هيطلع غيرها. هيطلع غيرها. لا لو البصيله موجوده هيطلع غيرها، لو مش موجوده مش هيطلع غيرها خالص. تمام. طيب لما نيجي نتكلم على الشعر بالذات، الناس كلها بتبقى عايزه علاج فوري. عايزين حاجه يشوفوا نتيجتها على طول على ارض الواقع يعملوها، وفي نفس الوقت تكون تكمل معاهم كطرق علاج. الدمج ما بين الاثنين دول هل موجود يا دكتور؟ لانه صعب جدا اخد نتيجه فوريه. احنا كنا دايما عايشين في فتره اللي انت عايز نتيجه الشعر بالذات عايز لسه قدامك كام شهر، استنى كتير اتليست 6 شهور. بالظبط. اتليست 6 شهور. بس حديثا دلوقتي في تكنولوجيا اسمها النانو تكنولوجي عملت الدمج ما بين الشورت تيرم واللونج تيرم، اللي هو التاثير الوقتي والتاثير البعيد. جميل. ده لان هي بتقدر توصل للجزء اللي فيه البصيله، فبتغذي البصيله وكمان بتعمل ستيميليشن للبلد والدم اللي موجود للدم. في الجزء ده، فالدم نسبته تزيد، فالغذاء اللي واصل للبصيله يزيد، فالتأثير يبقى وقتي. كويس. فالناس اللي بيبقى عندها مشكله ان هي تستمر على العلاج فتره طويله، لا يعني هي النهارده في حل ان انت ما تستمريش على العلاج فتره طويله، يعني انت مش هتكملي بنت او ولد، لا انت في حاجه ممكن تخليكي تجيبي نتيجه طبعي. على طول او نتيجه فوريه، اللي هي الحاجات المعموله بالنانو تكنولوجي دي. بيبقى نتيجتها النتيجة فوريه. النتيجه الفوريه بقى من ايه؟ ايه سبب النتيجه الفوريه دي؟ سبب النتيجه الفوريه ان هي بتعمل حاجه اسمها تحفيز. تحفيز للبصيله بتاعه الشعر ان هي تنتج بروتين وكيراتين. البروتينز والكيراتينز دي هي اللي بتخلي اوريدي الشعر ينمو ويكبر، بيخلي الفوليوم بتاعه يزيد، يعني الحجم بتاع الشعريه نفسها يزيد. اللي هو السمك بتاع الشعر يزيد على طول من اول استخدام. هل بيمتص مثلا؟ هل هو الشعريه نفسها كمان بتمتص ده؟ الشعريه نفسها بتمتص الغذاء ده او الحاجات الموجوده في التكنولوجي دي. وبتدخل جوه الشعرايه من جوه المكونات، وتبتدي تزداد السمك بتاعها.
كان من المتعارف عليه ان صعب ان حاجه تدخل جوه الشعر. لان الشعر ربنا حميه بطبقه خارجيه صعب جدا اختراقها. احنا معانا فيديو دكتور بيوضح كلام حضرتك. تمام. ممكن تعلق لنا عليه؟ اوكي. ده بيوضح المشاكل الموجوده في الشعر وتكوين الشعر. اوكي. دي 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 تكوين الشعرايه. انا شفت كده شعرايه متكسره شكل بالظبط. أيوة. متكسره. ده ايه يا دكتور؟ ده بقى الشعر من جوه يا دكتور احمد اللي حضرتك بتسال عليه، اللي هو بيمتص الحاجات وتدخل جوه الشعر. أيوة. من جوه. أيوة. لما تمتص الحاجات وتدخل جوه الشعر من جوه، الشعر يبتدي سمكه يزيد. ده سبب النانو تكنولوجي. ده سبب هو الوحيد اللي يقدر يخترق الشعرايه. هو الوحيد اللي يقدر يخترق الشعرايه من جوه. فيدي تاثير وقتي، فيدي تاثير على طول. عشان كده الحاجات اللي فيها نانو تكنولوجي بنشوف نتيجتها على طول بعد اول زي ما في الصوره كده. كل المكونات هنعتبر ده كل البروتين، الحاجات اللي هي لونها بنفسجي دي. دي كلها الحاجات، البروتينز والكيراتينز والامينو اسيدز والمينرالز والحاجات دي كلها اللي معموله بالنانو. كومبينيشن صعب ان هي موجوده مع بعض. هي دي مكوناته. جميل. بتدخل جوه المكونات الشعر وبتخلي الشعر هيلثي زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. السمك يزيد، يبان سمك يزيد أكتر. بيبان هيلثي اكتر. بيبقى صحي اكتر، بيلمع اكتر. تمام. ما بيبقاش فيه المشاكل العاديه اللي هي احنا بنشوفها، التقصيف والهشان والكلام ده كله. باي تايم طبعا الحاجات دي كلها بتختفي تماما. ممتاز. ده ايه برضه يا دكتور؟ ده شعر هيلثي، يعني المفروض ان الشعر الطبيعي البني ادم الطبيعي يبقى شعره كده ما فيهوش اي مشاكل. ما فيهاش اي شعر خارج، ما فيهاش اي حاجه خارجه. دي شعرايه، دي فتله شعرايه. تمام. وده المفروض يكون اللون الطبيعي بتاعها، وده المفروض يكون الملمس الطبيعي بتاعها، ده المفروض احنا كلنا نبقى عليه. اوكي. ده اللي بيوصلنا ليه النانو تكنولوجي. تمام. طيب في ناس هتسال عن دور الذهب بقى في علاج الشعر، ويستغربوا طب ايه اللي جاب الذهب للشعر؟ طب وده هيعالج ده ازاي؟ الذهب قديما كنا بنستخدمه، يعني الفراعنه كانوا بيستخدموه، يعني فكره ان الذهب يستخدم في الطب جايه من الفراعنه. كانوا بيستخدموه على الشعر وبيستخدموه على البشره. الذهب كذهب جزيء كبير، صعب ان هو يخترق الجزيئات او صعب ان هو يخترق المسام ويدخل لحد الاجزاء اللي فيها مشاكل. من نانو تكنولوجي الذهب اتكسر، الجزيء الواحد اتكسر لمليون جزيء، فبقى سهل جدا ان هو يخترق كل الطبقات اللي صعب اختراقها ويوصل لحد البصيله يعملها تحفيز. يعني ده بيعمل تحفيز للبصيله. بلس ان هو بيبقى جزء من الاجزاء اللي بتدخل جوه الشعر من جوه، يعني بيغذي الشعر من جوه. بيعمل ايه لما بيدخل جوه الشعر من جوه؟ بيقلل التساقط، بيقلل الهيشان، بيخلص الشعر، بيدي يعني بيساعد في ان الشعر يبقى مور هيلثي، يبقى باين ان هو بيلمع شويه. جميل. ده غير طبعا الجزء ياخد البريق بتاع الذهب، يعني ياخد فعلا، هو فعلا فعلا بيعمل بيحصل ده، بياخد البريق بتاع الذهب. الذهب بعد فتره يبقى الشعر بيبقى لونه طبيعي، هو ده اللمعان اللي بيبقى في الشعر. يقول ده بيبقى لك يا احمد يعني شوف شعرها سلاسل ذهب كده. ممكن تتسرق شعرها وهي ماشيه. الفراعنه كانوا بيزينوا شعرهم على فكره بالسلاسل بتاعت الذهب زمان، ايام زمان. ومن هنا جت فكره ان الكهنه خدوا الفكره، فاحنا نعمل دوت ونحطه على الشعر، فعلا كان بيجيب نتيجه هائله جدا. ممتاز. بس طبعا من غير النانو تكنولوجي مجرد طبقه خارجيه بتتشال مع شويه ميه، ما فيش حاجه بتاثر. ممتاز. طيب الكولاجين والكرياتين الاثنين دول يعني حاجات شائعه جدا. ازاي هنستخدمهم في النانو تكنولوجي في علاج برضو مشاكل الشعر؟ في سؤال سالته رنا في البدايه، اللي هو الناس اللي بتقع شعرها من البصيله، ده بيبقى عندهم مشاكل في السكن اللي هو الجلد اللي ماسك الشعريه نفسها، وعندهم مشاكل طبعا في البصيله. الكولاجين، الكولاجين ده بروتين من البروتينات الطبيعيه اللي الجسم بيفرزه عشان بيعمل رينيوال للسيلز، بيخليها تجديد الخلايا، بيجدد الخلايا فيخليها هيلثي اكتر. الفكره ان انت الشعر طالع من الجلد. اوكي. لو الجلد فيه مشاكل الشعريه نفسها هتبقى فيها مشاكل باي اندايركت واي. فالكولاجين مينلي بيشتغل على الجزء اللي هو فيه مشاكل بتاع الجلد اللي في فروه الراس. بلس ان هو بالنانو تكنولوجي هو اتكسر لمليون جزيء، فبيقدر برضه هو كمان يساعد مع الذهب يوصل لحد البصيله، يعمل ستيميوليشن اللي هو تحفيز للبصيله، ان هي تنتج بروتين وكيراتين طبيعي. تمام. وتقلل من المشاكل. بلس برضه ان هو بيدخل جوه مكونات الشعر الداخليه ويزود الالاستيسيتي بتاعت الشعر، الشعر ما يبقاش رجل، ما يبقاش ناشف. يبقى الشعر مرن وبيلمع. يبقى انا عندي حاجتين، شعر مرن بسبب وجود الكولاجين، وبيلمع بسبب وجود حبيبات الدهب. يعني الكيراتين هو ايه دور الكيراتين اصلا عموما في الشعرايه؟ الكيراتين هو اهم بروتين من البروتينات اللازمه لنمو الشعر. يمثل 90% تقريبا من مكونات الشعر. عدم وجوده ده يمثل خطر كبير جدا على الشعرايه. احنا كلنا بيبقى عندنا نقص في الكيراتين، لان الكيراتين بناخده من بعض الحاجات، ما بيبقاش موجود من الغذاء معينه، ما بيبقاش موجود. لما البصيله بيحصل لها شرينكج او بتنكمش، نسبه الافراز بتاع الكيراتين والبروتين بيقل. تمام. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحاول نعوض
الشعر بكيراتين خارجي، لازم يكون كيراتين حيواني يعني كيراتين طبيعي عشان ما يبقاش ليه تاثير سيء. تمام؟ ما يكونش داخل فيه اي ماده كيميائيه، ما يكونش داخل فيه مواد كيميائيه. بالنانو تكنولوجي الكيراتين هو برضو ستيل بروتين جزء كبير، فما بيخترقش، ما يقدرش يخترق الطبقه الخارجيه بتاعت الغلاف بتاع الشعر اللي ربنا خلقها لنا. فبالنانو تكنولوجي اتكسرت الكيراتينز ودخلت برضو جوه مكونات الشعر الداخليه، لان هو عباره عن 90% من الطبقه الثانيه اللي هي عباره عن تيوبس، وده وجوده من اهم الحاجات الاساسيه تمام اللي احنا بنشتغل عليه. يعني اللي فهمته من كلام حضرتك دكتور هاني ان لو اتجمع الثلاثه الكولاجين والذهب والكيراتين هيدي نتيجه هايله. بصي انت اشتغلتي على كل الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها. اشتغلتي على مرن الشعر، اشتغلتي على لمعان الشعر، اشتغلتي على البصيله اللي هي بتخلي الشعر ينمو، قللتي من مشاكل الشعر اللي هو التساقط والهشان والكلام ده كله. اشتغلتي على كل الحاجات بتواجد الثلاثه دول مع بعض، والثلاثه دول ان هم يتواجدوا مع بعض لازم يتواجدوا بالنانو تكنولوجي. الفيديو بقى موضح السيشن بقى يعني عشان نوري الساده المشاهدين ازاي النانو تكنولوجي دي بتقوم. اوكي بالظبط. السيشن بسيطه جدا لما الفيديو يشتغل. ده حد يا دكتور الشعر بتاعه ضعيف، حد عنده شعر اوريدي، عند حد عنده شعر، احنا بنشتغل على الناس اللي عندها شعر وشعره خفيف وضعيف زي ما حضرتك قلت يا دكتور احمد، وفروه راسه لو خدنا بالنا لونها ابيض، فروه راس اللي لونها ابيض دي معناها ان مفيش دم واصل للبصيلة. احنا بنساعد بالنانو تكنولوجي ان الدم يوصل للبصيلة عشان تقدر تبتدي تشتغل وتقدر تبتدي تاثر، فشعر يبتدي باي تايم شعر يبتدي يزيد وسمكه يبتدي يزيد. السيشن بتاعتنا بتبقى عباره عن اربع حاجات. اول حاجه بغسل الشعر الاول بشامبو اورجانيك عشان انضف الشعر من اي كيميكلز، من اي حاجه فيه او حتى ايفن اتربه، وبعد كده بحط البروتين اللي هو برده معمول بالنانو تكنولوجي، وابتدي اعمل له مساج وابلاي بالشكل دوت من دقيقتين لثلاث دقائق خلاص، وبسيبه على الشعر لمدة نص ساعة. في خلال وانا بعمل مساج هلاقي فروة الراس لونها ابتدى يحمر، ده معناه ان الماتيريال دي ابتدت تجيب نتيجة، ابتدت تحفز فعلا بصيلات الشعر على انها تشتغل، ابتدت تحفزها اكتر على انها تطلع الدم يبقى واصل للبصيلة بشكل اسرع وبشكل احسن، فده اللي يخلي السيشن دي تجيب نتيجة من اول مرة. اوكي بفضل اعمل مساج من دقيقتين لثلاث دقائق بالطريقه دي لحد هنا ما الماده تختفي تماما. انا حاطه دلوقتي اللي فيه الثلاثه الكولاجين والكيراتين والذهب. السيشن فيها كل الحاجات، بروتينز كولاجين كيراتين حبيبات الذهب، وكمان في معاهم حاجات مهمه قوي للشعر، حاجات اسمها امينو اسيدز وبوليمرز تمام، وكاستر اويل اللي هو زيت الخروع، من الحاجات برده المهمه جدا جدا لنمو الشعر لانه بيدي كثافه للشعر كبيره جدا. لو خدنا بالنا ده تقريبا اولموست، انا اولموست خلصت. الشعر شرب كل الماده، فروه الراس شربت كل الماده، فروه الراس اختلفت تماما، لونها اختلف تماما، في اختلاف كمان وكثافه الشعر مختلفه. ده بعد ما مرور 30 دقيقه يا دكتور، بعد بقى 30 دقيقه ده بيبقى شكل الشعر وده شكل فروه الراس. في عندنا حاجتين اتغيروا، فروه الراس ابتدت تميل الاحمرار شويه تمام، مفيش البياض اللي كان موجود ده، لا ابتدت تشتغل الشعر زي ما انتم شايفين، ابتدى سمكه يزيد، ما بقاش فيه الجزء الفاضي اللي كان موجود. اللي كان موجود. ودي من الحاجات اللي بتثبت ان النانو تكنولوجي فعلا بتوصل للبصيله وبتجيب نتيجه فوريه. لو خدتوا بالكم لو تفتكروا الصوره الاولانيه، الصوره كانت مختلفه تماما، فروه الراس كانت لونها ابيض خالص. مساحتها كلها باينه، مساحتها كلها كبيره. وعلى فكره باي ذا واي ده كان رايح للصلع، يعني ده الجزء اللي هو النوع الثاني من الصلع الوراثي، لو ده اتساب هيروح للجزء بتاع الصلع اللي هو الجزء الثاني. انا عايز اكد مع حضرتك ده دي النتيجه الفوريه. دي النتيجه الشخص الفورية. اللي احنا عملنا له التجربه دي انت هتعالجه كمان، يعني انت بتديله النتيجه دي فوريه. بالاضافه لانه على المدى الطويل في علاج، المدى الطويل شعره طبعا بيبتدي يبقى احسن، بصيله بتبتدي تبقى احسن. البصيله الطبيعيه ممكن تطلع من شعرتين لثلاثه، البصيله الواحده، فتخيل ان البصيله اللي طالع منها شعرها ضعيفه بعد ما الشعرها دي تبقى قويه جدا تمام، بيطلع منها شعرتين كمان، فيبتدي السمك بتاع الشعر يزيد، فيبتدي يغطي الفراغات الموجوده في الشعر. طيب مده العلاج قد ايه يا دكتور؟ مده العلاج بتبتدي من 3 شهور ل 6 شهور. النانو تكنولوجي من ميزاها مقارنه باي حاجه تانية بنحطها على الشعر ان هي مش ادمان. يعني ايه مش ادمان؟ يعني انت مش لازم تستمري عليها طول العمر. لا، انت في حاجات معينه انت مجرد ان انت تخلصي الباطل اللي هي الازازه خلاص انت ما بتستخدميهاش تاني، مجرد بس انت بتمشي على حاجات طبيعيه اورجانيك، شامبو اورجانيك، ماسك اورجانيك، سيرم اورجانيك، في حاجات كده معينه لازم تكمليها، الباطل تخلص تكمليها، الباطل تخلص تكمليها. وقفت استخدامها الشعر يرجع تاني ضعيف ويرجع يقع ويرجع مشاكل تبتدي في حاجات وهكذا. لازم الاستمرار فيها. الفكره بتاعت النانو تكنولوجي انت بتخلي الجسم هو اللي يطلع، بتحفز الجسم هو اللي يطلع بروتين وكيراتين طبيعي، يعني بتوصليه للمرحله دي لما يوصل لل 100% ليفل خلاص انت مش محتاجه تحطي على شعرك الحاجات اللي بتعمل استيميوليشن تاني.
طيب دكتور هاني، احنا معانا صور قبل وبعد وبعد لبعض الحالات، لو تعلقنا عليها وكل واحد خد بقى مجهود قد ايه ووقت قد ايه كمان. احنا عايزين ساعة كده. طيب لو على المجهود احنا عايزين ساعة يا جماعة. هي يا دكتور العلاج ده او الطريقة دي اللي احنا شفناها في الفيديو ما فيهاش اي ضرر على اي حد صح؟ لا ما فيهاش ضرر، الموضوع بسيط. هل انت شفتي اي حد بيستخدم اي اجهزه او بنستخدم اي حاجات فيها حاجات حاده او الموضوع بسيط. سيمبل قوي، مجرد كريمات بتتحط بطريقه معينه، 1 2 3 4 بتتحط على الشعر بطريقه معينه عشان تديكي نتيجه. طيب لو خدتي بالك الصور بقى، دي بنت او دي ست. الجزء اللي ورا ده بيبتدي يفضى 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 لحد ما توصل لمرحله ان الجزء ده خالص ما يبقاش فيه شعر خالص، يبقى ابيض. بيضايقهم جدا الفكره ان يكون فيه في النص كده الفراغ الكبير ده. للاسف الشديد. فخدنا بالنا بعد، اوكي دي بعد 3 شهور. دي بعد 3 شهور الموضوع مختلف، فروه راس لونها مختلف تماما، لونها احمر خالص. ده معناه ان هي الفروه بقت هيلثي، بقى يجري فيها الدم، بقى يروح لحد البصيلة، عشان كده الشعر اتغير وبقى لونه كده، لونه بقى يلمع لو خدنا بالنا، خد لونه مختلف وبقى هيلثي اكتر. دي برضه نفس القصه، لو خدنا بالنا دي بقى الفراغ في مقدمه راسها، الفراغ في مقدمه الراس، وده بيسبب مشكله نفسيه كبيره طبعا. جدا جدا. الشعر واخد اكتر من لون، لو خدتي بالك الشعر من تحت واخد اكتر من لون. صح. اوكي ده الشعر ده بيضعف من تحت من عند البصيلة، بيبتدي يقع، اللي هو بيبتدي يقع من البصيلة. احنا اشتغلنا، ابتدينا نشتغل على الجزء دوت، والجزء اللي هو التاني ده بعد نص ساعه على فكره باي ذا واي جابت النتيجه دي بعد نص ساعه. لون الشعر اللي تحت ابتدى يتغير، الكثافه بتاعت الشعر ابتدت تتغير، لون فروه الراس ابتدت تتغير. اوكي ده باي تايم النتيجه هتبقى احسن من كده بكتير قوي. دي فظيعه قوي. دي بعد 3 شهور النتيجه كانت اكتر من هايله زي ما احنا شايفين. دي كانت رايحه لفراغات تماما كبيره جدا، يعني ملهاش حل غير ان هي تزرع شعر، يا تحط اكستنشنز على شعرها عشان تبتدي تداري الفراغات دي. الجزء اللي انتم شايفينه الجزء اللي قدام كله فاضي، وده بنات كتير وستات كتير بتعاني منه. تمام. الشعر نفسه ضعيف ومقصف ومجهد بطريقه غريبه جدا. لو خدنا بالنا هي على فكره كانت بتداري اجهاد الشعر بالصبغه، يعني لو لون الشعر فيه 3 الوان او لونين. الجزء الثاني او الصوره الثانيه ده لون الشعر الطبيعي. يعني احنا وقفنا صبغه خالص، وقفنا اي كيميكال خالص على الشعر، ده لون شعرها الطبيعي احلى بكتير من لون الصبغه اللي هي حاطاه. بالظبط. اوكي دي بقى ده برضو نفس القصه، يعني اول حاجه بنبص عليها كده لون الشعر اختلف، لون الشعر ابتدى اكثر نضاره، نضر يعني ابتدى يتغذى زي الزرعه كده، ابتدت تشرب ميه فابتدت في لمعه، ابتدى يلمع. هو ده بسبب النانو تكنولوجي والكولاجين وحبيبات الذهب. تمام. بلس لو خدنا بالنا الهيشان، التقصيف، الاجهاد اللي في الشعر ده تقريبا اولموست كثافه الشعر زادت، وكثافه الشعر نفسها زادت. بالظبط. هنا ده برضو ده برضو واضح فيه الهيشان، والشعر لونه اتغير، والشعر ابتدى يفضى من النص لو خدتي بالك، ولون فروه الراس من النص بيضه قوي. اوكي ده بعد 3 شهور الوضع اختلف تماما، حتى لون الشعر اختلف. لون الشعر بقى لونه هيلثي اكتر، ده لون الشعر الطبيعي. اللي هناك لونه جراي، رايح للجراي، الانزيمات عماله يحصل فيها مشاكل كتيره، فبيحصل مشاكل في لون الشعر الاساسي. واللون ده هيستمر يا دكتور؟ اللون ده هيستمر طبعا، الزاهي ده طالما ما تستخدمش كيميكلز، ما بتستخدمش حاجات فيها مستمر. اي كيميكلز بيفضل مستمر. بصوا الصوره دي برده من الصور الهايله جدا، دي بعد 3 شهور. ده تقريبا راجل بقى، ده راجل. والصوره دي بنقابلها كتير جدا. احنا ما طلعناش شعر جديد، احنا اشتغلنا على الشعر اللي موجود وحولناه بقى ده. بقى ده شكله. اوكي لو خدنا بالنا الشعر عمال بيقع 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 لدرجه ان هو هيدخل في مرحله الصلعه. لا الوضع اختلف، الشعر كثافته زادت، فروه الراس لونها اختلف. نضاره الشعر اختلفت تماما، يعني الشعر تحس ان هو شعر حد تاني خالص. ده حقيقي. طبعا يعني الميزه كمان ده برضو واضح جدا، ده باين جدا بقى. دي بقى كيس من الكيسز اللي هي السيفير، الحالات اللي هي الشديده جدا 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 جدا. لو خدنا بالنا احنا ما طلعناش شعر في الحتت الفاضيه، احنا اشتغلنا بس على الشعر اللي موجود اللي هو الضعيف. تمام. الشعر اللي موجود كله اشتغلنا عليه، لونه اختلف، كثافته اختلفت، فروه الراس حتى دي بعد 3 شهور. هو كده كده يا دكتور الشغل على الحتت الفاضيه او اللي حصل فيها صلع بالفعل، لا خلاص ده منتهي يعني. ده منتهي. انا اقدر اعمل السيشن دي في البيت؟ تقدر تعملها في البيت عادي جدا، هي حاجات بسيطه جدا. تمام. تقدر تعملها، كل حاجه بتاخد اولموست نص ساعه، زي ما احنا عملناها بالطريقه دي على الفيديو. دي حاجه من الحاجات برضو الشائعه جدا ما بين الرجال فعلا، دي بتزعل جامد قوي يا دكتور احمد، لما الشعر يفضى من ورا. خدنا بالنا. اوكي دي بعد 3 شهور برضو الشكل اتغير تماما، لون فروه الراس اتغير تماما. اوكي انت رجعتي تقريبا الحياه للبصيلات اللي موجوده وخليتيها
تنضج تاني وتطلع شعر من اول وجديد. تفرق في نفسيتهم قوي يا دكتور الحاجات جداً دي جدا 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 فوق ما تتخيل. يعني في ناس كانت بتاخد ادويه اكتئاب كتير بسبب مشاكل الشعر وتساقط الشعر والكلام ده كله. علامه من علامات الجمال يعني. طبعا بتاثر كتير جدا. يعني احنا زي ما احنا متفقين الشعر لما بنيجي نرسم صوره بنجمل الصوره بشكل الشعر. ما ينفعش الشعر ما يبقاش موجود. دكتور يعني حضرتك وضحت للمشاهدين حاجات كتير خاصه بالشعر سواء للرجاله او الستات، موضوع فعلا بيقربكم جدا واكيد هنتكلم فيه في فقرات تانية اكتر ان شاء الله. مشاهدينا بكده وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، اتكلمنا فيها عن العلاج الفوري لتساقط الشعر. كان منورنا دكتور هاني ثروت خبير عنايه الشعر والبشره. نورتنا دكتور. نورتنا دكتور. سلام وربنا يخليكم. مشاهدينا بكده بتكون انتهت فقرتنا، انتظرونا فقرات مميزه من برنامجكم طبيب الحياه. إلى أن نلقاكم دمتم في رعاية الله.